احنا الوقفات الاحتجاجية يعني بديناهم توا، يعني كنا توا احنا في الاسبوع الثاني بتاعهم، يعني من 17 فيفري بالضبط يعني بدينا الوقفات الاحتجاجية. والسبب نتاعهم هي يعني تعنت الإدارة العامة اللي معنا جلسنا معها في جلسات نقابية، وما حبتش يعني تمضي محاضر الجلسات في الآخر. يعني عملنا جلستين في آخر شهر جانفي، ومعنا رفضك باش تمضي يعني محاضر الجلسات، وبالتالي يعني المطالب نتاعنا اللي موجودة يعني اللي حكينا فيهم يعني في الجلسات هذه ما تمتش يعني النظر فيها ولا تلبيتها. أهم المطالب شنو؟ والله شوف، أهم المطالب ساعة عنا معناها احترام الحق النقابي اللي معناها فيه برشا نقائص، منهم هذيا مثلا كيما تجي الإدارة مثلا ما تحبش يعني تمضي محضر نتاع جلسة نقابية، هذه الأولى. وعندنا مطالب نتاع تشغيل، خاطر عندنا الكثير من الشغورات يعني في الإدارة، ومعناها عندنا معناها حاشتنا معناها باش نعملوا يعني انتدابات، والإدارة معناها رافضة معناها مش تعمل أي انتدابات، بالرغم اللي هو معناها مطلب وطني يعني التشغيل، وتعرف أنت بعد الثورة يعني المشكلة الكبيرة نتاع التشغيل. هذه الأولى. يعني من ناحية أخرى عندنا يعني عندنا تلاعب يعني نتاع الإدارة العامة بالهيكل التنظيمي. يعني في 2011 يعني تم يعني انتداب مندوب الحكومة السابق، معناه اللي هو المهمة بتاعه هي المراقبة نتاع بورصة الأوراق المالية، واللي هو يتبع في الأصل يتبع وزارة المالية. تم الانتداب نتاعه، ومعناها في خطة وظيفية جديدة، يعني معناها عملوا معناها خلقوا دائرة جديدة، ومن بعد يعني بعد ما عملوا الانتداب نتاعه نقلوه الدائرة واحدة أخرى، معناها خلقوا دائرة ثانية وألغاوا الدائرة الأولى، ومن بعد زادوا نقلوه من الدائرة الثانية للدائرة الثالثة. معناها قعدوا كل مرة معناها يلوجوا له يعني في نقولوا يعني في مهمة يعني سور مزور يعني نجم نقولوا، فهمت كيفاش؟ احنا كنقابة نتاع البورصة احنا كنا طرف، احنا طالبنا بالوضع الهيكل التنظيمي نتاع البورصة، وناظلنا باش يتعمل الهيكل التنظيمي، احنا مش قابلين توا معناها تلاعب بالشكل هذايا معناها بالهيكل التنظيمي. عندنا الموضوع الثالث، عندنا لجنة متابعة المشاريع اللي معناها ما تمش التفعيل نتاعها، وهي يعني موضوع يعني اتفاق نقابي اتفقنا يعني مع الإدارة باش تصير تكون فما لجنة بتاع متابعة المشاريع اللي موجودة في البورصة. وإذا علاش؟ خاطر احنا نشوفوا اللي في البورصة يعني المشاريع معناها فما تكتم تام على المشاريع اللي تقوم بها البورصة من طرف الإدارة العامة، يعني تكتم تام، ما فماش تشريك نتاع الكوادر نتاع البورصة في المشاريع هذه. يعني قلنا في وقت من الأوقات نعملوا لجنة للمتابعة نتاع المشاريع، مش على الأقل احنا الناس الكل اللي يخدموا في البورصة على الأقل يعرفوا شنو المشاريع اللي قاعدة تقوم بهم البورصة، فهمني، وتتم المتابعة نتاعهم. واللي توا معناها الإدارة متجاهلة المطلب هذا، ما تحبش يعني تحب تقعد يعني ديما المشاريع يعني معناها في إطار الكتمان يعني والسرية، فهمت كيفاش؟ وهذه معناها تابعة حتى معناها يعني الحوكمة نتاع البورصة. يعني احنا توا بالنسبة لنا احنا معناها ما فماش حوكمة رشيدة في بورصة الأوراق المالية. عندنا الرسكلة والتكوين، واللي بالنسبة لنا احنا زاد معناها ما فماش سياسة جدية معناها للرسكلة والتكوين من طرف الإدارة. معناها المردود نتاع الرسكلة والتكوين يعني هزيل جدا، معناها ما فماش مجهود بالكل من طرف الإدارة، وهذا مطلب معناها متكرر وتوا سنوات واحنا نحكيو على الرسكلة والتكوين، وما فما حتى معناها كيفاش نقولوا معناها إرادة جدية معناها لتحسين يعني الأوضاع معناها من الناحية هذه. وفما معناها بعض المطالب الاجتماعية معناها نتاع تحسين ظروف العمل وأمورنا، نقاط عندنا ناس معناها عندهم معناها بعض المنح اللي عندهم الحق فيهم وما خذوهم، نشوف معناها فما حاجات من نوع هذا. احنا 55 عاون يعني إطار يعني في البورصة الأوراق المالية، يعني هي معناها شركة مش شركة كبيرة برشا يعني في العدد نتاع العوامل الموظفين نتاعها.